لي الشاشه اللي قدامنا يا كابتن محمود، هنشوف تقييمك لي او تدي درجات للاعبي منتخب مصر من خلال ادائهم في المباراه. ماشي. اتفضل يا رجاله. الشناوي. الشناوي اديله 8. 8. 8. يعني ادى اداء جيد يعني. جدا. فتوح. 8 برضه فتوح. 8. اللي بعده. 8 طب. هو كل خط الدار الحقيقه ادى انا شايف ان هو يعني ونش طبعا من اللعيبه المميزين. اللي بعده عمر جابر طبعا هيجي. لا ده اللي عبد المنعم، عفوا عبد المنعم يمكن ما لحقش يلعب كتير. هو لعب حوالي 43 دقيقه بس الفتره اللعيبه والله كان كويس يعني، كان نايل. اديله زي الناس يعني 8. 8 برضه عشان الاصابه والعمليه اللي عملها دي. انا عمر بالنسبه لي من نجوم الماتش يعني. من نجوم. انا عندي عمر 9 من 10. 9 من 10 جميل. السلية 8. هم كلهم ليه فاتحين بقهم كده يا جماعه يعني، حاسين ان حاجه جميله في حماس. ماشي. اديله 8 برضه السلية. 8 السلية. والنني اديله 8 برضه. النني والله ده مصدوق. انا حاسس ان الولد ده يعني يا كابتن بيهاجم. ما اعرفش ليه. بص يا كابتن، اي حد بيهاجم النني ما بيعرفش حاجه في الكوره. ايوه صح والله العظيم يا كابتن. لعيب مستتر. لا وبعدين اكتر واحد بتطلع الكوره من رجله سليمه. صحيح. يعني بيلعب في الارسنال يا جماعه. هو الارسنال ده هياخد النني كده يعني لله؟ ما هو اكيد في حاجه ميزه يعني او مميزات. اللي بعده حمدي فتحي. حمدي اديله 9. بصراحه الولد ده هايل وراجل جدا. مقاتل بصراحه، مقاتل يعني. اللي بعده اديله 9 من 10 برضه. مو طبعا جاب جول ده. لا والشوط الاولاني عمل ماتش هايل. انت عارف الفتره اللي اتعور فيها محمد عبد المنعم هو لعب ايه؟ في كوره طلع لعب باك رايت ودخله عمر جابر مساك. فتره كده دقيقتين ثلاثه اللي كان بيتعالج فيه المرتين اللي طلع فيه هو نزل هو لعب باك رايت. كابتن عنده احساس بالمسؤوليه وعارف ان الناس كلها عندها امال غير طبيعيه فيه. فخر العرب طبعا. اللي بعده تريزيجيه. تريزيجيه اديله 8 برضه. ماتش كويس ماشي. بصراحه مصطفى محمد. مصطفى يمكن من الماتشات القليله اللي شفتها له يعني. مصطفى انا 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 شايف ان مصطفى من فتره هو فرود مصر. من فتره طويله انا شايف ان هو فرود مصر، وشايف ان هو عنده امكانيات اكتر من كده بكتير، بس انا شايف ان الطريقه ظلمه شويه. انا كنت لسه هقول لك ما تحس ان هو مظلوم عشان طريقه اللعب كتير. لا كمان انت مصطفى ميزته في ايه يا كابتن؟ في الكور العاليه جوه ال 18 بيلعب بدماغه، بيتحرك جوه ال 18 كويس. احنا ما بنعملش كورسات كتير. صحيح. يعني الطريقه ظلمه شويه بس. تمام. انا في الاخر برضه هديله 8 يعني. 8 ماشي.